كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة مشروع عقد عمل موحد يتضمن أحد أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل للعامل أو لصاحب العمل. وقال المطوطح إن اعتماد هذا العقد الذي سيعمل به قريبا جاء تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.